الصين باعتبارك مسرحي من المسرحيين ديال مدينة القيض الصالح، كيفاش كتشوف هذه التجربة ديال المسرح المدرسي بالعروض المشاركة؟ المهم أول ما يمكن نقول هو أن كنشكروا الوزارة بعدا اللي تحيي هاد المبادرة ديال الإقصائيات المسرح المدرسي اللي كانت مواصفات هذه 5 سنوات ولا 6. دابا دخلت الوزارة في شراكة مع جمعية التنمية التعاون المدرسي باش تحيي هذا النشاط اللي هو مدعم للدرس وضروري للتلميذ. المهم بدات الإقصائيات بالنسبة للجهة عندنا، بدات الإقصائيات المحلية اللي كانت على مستوى النيابات الثلاثة، نيابة القنصة ونيابة النملة ونيابة الزلال، بدات تقريبا مدة شهر ونص. ثم الإقصائيات الإقليمية، دازت الإقصائيات الإقليمية بالنسبة للقنصة، دازت الإقصائيات الإقليمية. أنا ما قدرتش نهضر على نيابة النملة والقنصة والزلال لأن ما شفناش حنا الإقصائيات ديالنا، شفنا الإقصائيات ديال نيابة القنصة. المهم اختارت، كانوا 8 العروض الأول، اختارت منهم 4، دازت الإقصائيات الإقليمية. من بعد بقاو هاد 4، اختارت منهم عرض واحد اللي غادي يمثل نيابة القنصة في الجهة، هو هذا اللي داز دابا تقريبا شي نص ساعة هذه. العنوان ديالو صرخة الأبرياء، اللي كتتكلم على العنف اللي كيعيشوا التلاميذ داخل القسم، داخل المؤسسة، داخل الشارع، داخل البيت، اللي هو صح عالم. هذا هو معالجة اللي كان عندنا ديال الموضوع، وكل تواضع دخلت معاهم في العمل وداك الشيء. المهم حاولنا نرضيو نفوسنا ونرضيو هاد التلاميذ ونرضيو هاد النيابة، هذا هو الهدف الكبير اللي كان. اللي يمكن الحاجة اللي نعيبوها شي شوية، وأنا المذكرة جات من الوزارة، جات متأخرة بزاف وكان ضيق الوقت. ورغم ضيق الوقت الناس متعطشين باش يوصلوا هذا الميدان، لانه ميدان مدعم ومدعمه كبيره بالنسبه للعرضين الباقيين. بالنسبه للعرضين الباقيين، ها هو دابا العرض المستمر ديال نيابه الزلال، باقي العرض الثالث ديال الازلال ان شاء الله من بعد منه. العناوين ديالهم؟ اسمح لي، العناوين ما عنديش دابا، نهضر معي نجيبها لكم من بعد. العناوين ما عنديش. شكرا استاذ سين، كان شي حاجه نكملوا عروض ان شاء الله ونكملوها. يلا لا ها.